بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات مساق مقدمة في التحاليل الطبية. اليوم موضوعنا ما قبل الأخير، وهو موضوع روتين يورين أناليسيس، تحليل البول. رح ناخد بداية في هذه المحاضرة الماكروسكوبيك والكيميكال إكزامينيشن أوف يورين. شو هو الاناتومي اوف ذا يورينري سيستم؟ معروف انه اليورينري سيستم هو عباره عن تو كيدنز، كليتين، رايت كيدني وليفت كيدني. عندنا الحالب اليوريترز، عندنا المثانه للبلادر بالاضافه لليوريثرا. الكيدني كعضو هي وظيفته الفورميشن اوف يورين، يتكون اليورين عن طريق الكدني. لو اجينا نشوف الكدني، طبعا اخذتها بالاناتومي. الكدني من الخارج للداخل هي عبارة عن كورتكس بالاضافة من الخارج، ومن الداخل في عنا المظلة بالاضافة للرينال بلفس. طبعا الرينال بلفس متصلة باليوريترز بالحالب. كل كلية يا جماعة تحتوي من 1 مليون لـ1.5 مليون functional units بنسميها النفرون. اذا النفرون هي الوحدة البنائية الموجودة في الكدني، طبعا الوحدة الوظيفية للكدني. النفرون ايضا يتركب من بومانس كبسول، يتكون من بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، لوبس اوف هنلي، ديستال كونفوليوتد تيوبيول، والكولكتنج داكتس. هذه مكونات النفرون، وكلها لها وظيفه في عمليه، لها وظيفتها في الفورميشن اوف يورين. على فكره عمليه الفورميشن اوف يورين هي 3 بروسيسز، هي 3 عمليات. تبدا بالابزوربشن، تبدا بالفلتريشن، تمام. رقم 1 الفلتريشن، رقم 2 الري ابزوربشن، ورقم 3 السكريشن. هذه البروسيسز، العمليات اللي عن طريقها بيصير عندنا يورين فورميشن. اذا عمليه تكون اليورين هي 3 بروسيسز، تبدا بالفلتريشن الترشيح. طبعا الفلتريشن بصير اوف فلتريشن اوف ويست برودكت سولتس اند اكسس فلويد. طبعا هذه من وين جايه؟ من الدم. اذا اليورين الكدني بمر عندها الدم، طبعا بصير ترشيح لمكونات الدم. اي حاجه ويست يا جماعه بتنزل في اليورين، اي حاجه مفيده طبعا بترجع تاني للدم. عملية الفلتريشن، كل الحاجات الصغيرة في الحجم بتنزل في بيتم ترشيحها باي جلوميريولاي او اول جزء في النفرون. فالمية بتنزل، بصير لها فلتريشن، الاملاح، الامينو اسيدز، السكر، كل حاجة بصير لها فلتريشن ما عدا الحاجات اللي لها هاي موليكيولار ويت زي البروتينات والخلايا زي الار بي سيز، هذه بترجع تاني للدم. طيب مجرد ما يصير فلتريشن، طبعا الفلتريشن بصير باول جزء من النفرون اللي هي الجلوميريولاي او البومانس كبسول. طيب كل المواد اللي صار لها فلتريشن حتنتقل للجزء الثاني من النفرون، وهو البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. طبعا التيوبيول بصير فيها ري ابزوربشن. ري ابزوربشن لمين؟ لكل المواد المفيدة للجسم، يعني المية بصير لها ري ابزوربشن وبترجع تاني للدم. السوليوتس كمان بترجع بصير لها ري ابزوربشن، السكر، الامينو اسيدز، الفيتامينات، كلها يا جماعة بصير لها ري ابزوربشن. زي ما انتم شايفين في منطقة البروكسيمال تيوب كونفوليوتد تيوبيول بصير ري ابزوربشن للمية، للسولت زي الصوديوم، الامينو اسيدز، والجلوكوز لانها مفيدة للجسم. ايضا في منطقة التيوبيولز في عنا بصير منطقة اللوب اوف هنلي، هذه المنطقة ايضا نفاذة للماء فقط.
هذه بنسميها الديسندينج لوب اوف هنلي والاسندينج لوب اوف هنلي، نفاذ فقط للصوديوم. طبعا هذا الجزء من النفرون مسؤول عن الكونسنتريشن اوف يورين، عمليه تركيز اليورين. بعد اللوب اوف هنلي في عندنا الديستال كونفولوتد تيوبيول، هنا بهذا المكان بيشتغل الالدوستيرون، هذا الهرمون يفرز من الادرينال جلاند، طبعا وظيفته انه يعمل ري ابزوربشن للصوديوم. طبعا الصوديوم يا جماعه بيتبعه الماء، اذا صار امتصاص للصوديوم حيصير ايضا امتصاص للماء. اذا بهذا الجزء الديستال كونفولوتد تيوبيول بيصير امتصاص للصوديوم والماء تحت تاثير هرمون الالدوستيرون اللي جاي من الادرينال جلاند. اذا كل العمليات اللي انا بحكيها الان ري ابزوربشن. اخر خطوه يا جماعه في اليورين فورميشن هي التيوبولار سيكريشن، خلص اي حاجه ويست تنزل عن طريق اليورين. طبعا اخر خطوه هنا الكوليكتنج تيوبولز، هنا بيشتغل هرمون الاي دي اتش انتي دايوريتيك هرمون، هذا يا جماعه بيعمل اعاده امتصاص للماء. طبعا اذا صار امتصاص، اذا الجسم محتاج لماء بيعمل على اعاده امتصاص الماء في منطقة الكوليكتينج تيوبيولز، لكن إذا الجسم مش محتاج ماء يا جماعة الـ ADH تمام راح يقل، وبالتالي المية راح تفقد عن طريق اليورين. إذا ثلاث خطوات لحد ما يتكون يورين فورميشن: فلتريشن، ري أبزوربشن، وسكريشن. كل يوم كلامنا عن اليورين، شو تركيبة اليورين؟ من ايش بتكون اليورين؟ ايش هي اليورين كومبوزيشن؟ اليورين كأي سائل هو عبارة عن very complex fluid، يتكون يا جماعة 95% من المية و 5% solids. It is the end product of metabolism carried out by billions of cells. هو عبارة عن ال waste product. طبعا اليورين فورميشن، طبعا الكدني بتقوم بعمل يورين فورميشن للتخلص من اي ويست الجسم مش محتاجها تمام، او هو ناتج عن كاند برودكت اوف ميتابوليزم. في اليوم الواحد يا جماعه اليورين فورميشن تقريبا من لتر للتر ونص. كل السبستانسز اللي بلاقيها في الدم هي نفسها اللي بلاقيها في اليورين، لكن in different concentrations، لكن بتركيز مختلفة. اكتر يا جماعة مادة موجودة في اليورين هي اليوريا وتركيزها 2%، ايضا موجود صوديوم بتركيز 1%، كرياتينين، كالسيوم، بوتاسيوم، امونيا، فوسفيت. لكن اكتر حاجة عنا بيميز اليورين عن اي سائل وجود اليوريا والكرياتينين. يعني لو انا عندي عينة غير معروفة هل هي اليورين او لا، ممكن اقيس فيها اليوريا والكرياتينين والصوديوم والكلورايد، عادة تركيزهم في اليورين اعلى من اي سائل اخر. اليوريا والكرياتينين والصوديوم والكلورايد تركيزهم في اليورين اعلى من اي سائل اخر. طيب شو هي انواع العينات البول؟ ممكن توصلنا على المختبر عينه عشوائيه random specimen، في عينه صباحيه early morning specimen، في عينه مجمعه خلال 24 ساعه بنسميها 24 hours collection، في عينه ماخوذه بعد ساعتين من الاكل post prandial sample، في عينه من وسط البول mid stream او clean catch specimen، في عينة مأخوذة من الكاثيتر بنسميها الكاثيترايزد يورين، في عينة مأخوذة باي نيدل اسبيريشن من المثانة بنسميها سوبرا بيوبيك سامبل. شوف كل عينة من هذه العينات بالتفصيل وايش معناها. راندم سبيسيمن انه توصلني على المختبر عينة عشوائية. ايش يعني عينة عشوائية؟ يعني collected at unspecified times، يعني ما إلها وقت محدد خالص.
بأي وقت ممكن يجمعها المريض. طبعا هذه العينة الراندم بستخدمها للكشف المبدئي، يعني للكشف الروتيني is suitable for most screening purposes، لكن ما بستخدمها للفحوصات التأكيدية أو إذا بدي أعمل فحص quantitative بدي أحسب فيه كمية بروتينات، ما بقدر أستخدم عينة عشوائية. رقم 2، في عنا العينات الصباحية، إنه أول ما يصحى المريض من النوم يجمع هذه العينة. طبعا هذه available، هذه أكثر أهمية من الراندم لأنها more concentrated، هذه مركزة أكثر، ممكن تكشف لي عن العديد من الابنورماليتيز لانه الشخص ما بيكون ماكل. تمام، it is also free of dietary influences، الاكل ما بيأثر على هذه العينة. كمان لسه مش بيكونش عامل physical activities لانه اول ما بصحى من النوم، فلا تتأثر هذه العينة لا بالاكل ولا بالphysical activities. العينة الثالثة انه ناخد عينة بعد at a specified time، يعني في وقت محدد، مثلا نقول بعد الاكل بساعتين. تمام، هذه بنسميها البوست برانديال سبيسيمين. تمام، طبعا ممكن يستخدموها عشان لمرضى الديابيتس ميليتس عشان نعرف هل هذا مريض سكر او لا. العينة الرابعة اني اجمع العينة خلال 24 ساعة. هذه العينة يا جماعة تجمع كالتالي at a specified time، لها وقت محدد. مثلا لازم يصحى المريض في اليوم الاول عند الساعة 7 الصبح، اول عينة يا جماعة تقول بكبها، يعني ما بجمعها. اذا بصحى اول يوم day 1 الساعة 7 الصبح، طبعا اول عينة تقول discard، ما بجمعها. بعد هذه العينة يا جماعة بيبدأ يجمع كل اليورين خلال 24 ساعة لحد تاني يوم الصبح. في اليوم الثاني لما تصير الساعة 7 أيضا العينة اللي تجمع في اللي هو بوتل. طبعا هيك بيكون المريض جمع عينة بول خلال 24 ساعة. هلأ لإيش بيستخدموا هذه العينة؟ for quantitation، بيستخدموها للقياسات الكمية، لو أنا بدي أقيس بروتينات، لو بدنا نقيس كرياتينين، يروبيلينوجين، هرمونات، أمينو أسيدز، هيفي ميتالز، إذا بدي أقيس دراك لازم يا جماعة تكون العينة مجمعة خلال 24 ساعة. النوع الخامس من العينات وهو الميد ستريم كلين كاتش سبيسيمين، هذه العينة يا جماعة تجمع من وسط البول، يعني المفروض المريض ينظف الجينيتاليا بعد كده يبدأ يعمل يورينيشن. طبعا تجميع اليورين بيكون من وسط اليورين فقط. طبعا ليش بيجمع من وسط اليورين؟ لأنه وسط اليورين هي موست ستيرايل وان، هي أكتر عينة معقمة. طبعا تستخدم هذه العينة يا جماعة لشغل المزارع for bacteriological work. النوع السادس من العينات انه نجمع عينة من الكاثيتر، من الكسترة تبع، طبعا under sterile conditions. طبعا هذه تستخدم لو كان المريض نايم بالمستشفى او مش قادر يقوم يعمل urination. للأطفال عادة اللي مركب لهم كاتيتر بناخد من الكاتيتر مباشرة. السوبرا بيوبيك اسبيريشن، هذا الطبيب عنده قدرة يجمع هذه العينة عن طريق نيدل بيفوت للبلادر للمثانة وبيجمع عينة يورين. طبعا هذه لانه ذا موست سيرايل وان هي اكتر واحدة معقمة، بيستخدموها لفحوصات السيتولوجي. ايش هي الكونتينرز المستخدمة لتجميع عينة اليورين؟ طبعا في عنا كونتينرز حنستخدمها حتكون عنا بالمختبر لتجميع عينة يورين. في عنا نوعين من الكبس. الشغل الروتيني يا جماعة، الشغل الروتيني في اليورين مش شرط نستخدم كبس ستيرايل. تمام، مش لازم تكون ستيرايل، ولازم يكون حجم الكونتينر 50 مل، بيستوعب 50 مل. لكن لو احنا بدنا نشتغل بدنا نجمع عينة كلين كاتش ميد ستريم، عينة من وسط اليورين،
عادة هذه يا جماعة العينة تستخدم لشغل المزارع، هذه لازم نحطها في كونتينر ستيرايل معقم، هنشوف طبعا هنشوفه بالمعمل. إذا وصلت العينة عنا للمختبر لازم أشتغلها خلال ساعة، ما قدرتش أشتغلها خلال ساعة إما بحطها بالثلاجة تمام أو بحط عليها مادة حافظة. أول ما بتوصل العينة للمختبر لازم أعملي لها ليبلينج باسم المريض بالتاريخ اليوم والوقت اللي وصلت فيه العينة، ولازم أحط هذا الليبل على الكونتينر نفسه مش على الغطاء، هذه ضروري التعليمات اللي هي الكوليكشن كونتينرز والليبلينج لعينة اليورين. احنا كأخصائيين تحاليل طبية لازم نشتغل عينة اليورين خلال ساعة من خلال ساعة من الكوليكشن. ليش لازم نشتغلها خلال ساعة؟ لأنه بعد ساعة يا جماعة الار بي سيز الخلايا زي الار بي سيز والليكوسايتس والكاست هذه بيصير لها دي كومبوزيشن، يعني بيصير لها تحلل مع الوقت. لو العينة فيها بيليروبين، البيليروبين واليروبيلينوجين معروفين انهم بتأثروا باللايت، فعادة اذا تعرضوا لللايت كتير حتقل كميتهم، راح تقل كميتهم. الجلوكوز السكر عادة يستهلك باي بكتيريا اند سيلز، فعادة اذا طولنا على العينة الجلوكوز راح نلاقيه بقل. الكيتونز هي مواد متطايرة، فبعد فترة حنلاقيها قلت لانه صار لها فولاتيلايزيشن يعني تطاير. البكتيريا ممكن تزيد لانه حتضلها تنقسم بالانشطار الثنائي طبعا، وزيادة البكتيريا خصوصا البكتيريات اللي عندها انزيم اليورياز عندها قدرة تحول يوريا تو امونيا، وبالتالي البي اتش راح تزيد. ايضا التربيديتي بتزيد، العقارة لانه البكتيريا بتزيد، الالكالين بريسبيتيتس بتزيد، اللون كمان بتغير للون الغامق، وكمان الرائحة بتكون رائحة سيئة. فضروري يا جماعة احنا كأخصائيين تحليل طبية لازم نشتغل العينة within 1 hour. طيب لو ما قدرتش اشتغل على العينة خلال ساعة ايش هعمل فيها؟ لازم احطها بالتلاجة رقم واحد، او اذا بدي اخليها لفترات اطول ممكن احط عليها بريزيرفتيف. مطالبين نعرف بس اسماء البريزيرفتيف بدون الكميات. المواد الحافظة اللي تستخدم لحفظ اليورين ممكن استخدم مادة التلوين، الفورمالين، الثايمول، الكلوروفورم، الاتش سي ال او البوريك اسيد تمام. طبعا ما ننساش الليبل على اي كونتينر انا بنقل فيه عينة اليورين. طبعا هذه طريقة حفظ اليورين، اما بحط العينة في اذا ما قدرتش اشغلها خلال ساعة اما بحطها بالتلاجة او بحط عليها مادة حافظة. نبدأ بأول مايكروسكوبيك اكزامينيشن لعينة اليورين. ايش المفروض انا اسجل بالريبورت؟ لازم اسجل الفوليوم اوف يورين اللي وصلني على المختبر، لونه، الكلر، الرائحة، كمان لازم اكتب اسجل البي اتش هل هي اسيدك ولا الكالاين، وتركيز اليورين يعني السبيسيفيك جرافيتي. نبدأ بالفوليوم. حكينا بشكل طبيعي انه الفوليوم اوف يورين للأدلتس تقريبا من 600 ل 2500 مل بير 24 اور، هذه كمية اليورين في اليوم الواحد من 600 ل 2500 مل بير 24 اورز، هذا للأدلت. للأطفال يا جماعة كمية اليورين طبعا أقل من 200 ل 400 مل بير 24 اورز. بإيش يتأثر الفوليوم؟ ووتر انتيك، اللي بيشربوا مية كتير أكيد اليورين عندهم حيكون أكبر. external temperature in summer، طبعا اليورينيشن اكتر في الشتاء، طبعا درجات الحرارة بتأثر على اليورينيشن، طبعا بالشتاء اليورينيشن بيكون اكتر وبيكون اقل في الصيف لانه احنا بنفقد السوائل عن طريق العرق. mental and physical state fear، ايضا يا جماعة النشاطات الجسدية والرياضات كمان الخوف بيأثر على اليورينيشن. اذا بنشرب حاجة مدرات للبول
زي مرضى الضغط بيشربوا أدوية مضرة للبول، المشروبات الكحولية، مشروبات الكافيين زي الكافي والتي، هذه طبعا مضرات، تعتبر مضرات للبول. هلا الأشخاص اللي عندهم كمية اليورينيشن أكتر من 2500 مل بسمي الحالة بولي يوريا. معنى البولي يوريا يعني excessive urination، في كمية اليورين أكتر من 2500 مل. إذا كانت كمية اليورين أقل من 400 مل بسمي الحالة أوليجو يوريا. إذا ما فيش يورينيشن خالص، ما فيش يورين فورميشن، بسمي الحالة أن يوريا يعني absence، ما فيش يورين برودكشن. في ناس يا جماعة عندهم التبول بيكون بالليل، بسمي الحالة نوكتيوريا يعني excessive urination at night. هذا بلاقيه عند الأطفال وكبار السن، الناس اللي عندهم ضغط عندهم سكر بلاقي عندهم نوكتيوريا اللي هو urination at night. مصطلحات جدا مهمة، ايش يعني بوليوريا، ايش يعني اوليجويوريا، ايش يعني انيوريا، وايش يعني نوكتيوريا. ايش الاسباب اللي بتزود الفوليوم اوف يورين؟ يعني متى بلاقي بوليوريا يعني اليورينيشن اكتر من 2500 مل بير داي؟ مرضى السكر ديابيتس ميليتس، ايضا مرضى السكر الكاذب ديابيتس انسيبيدس بلاقي عندهم بوليوريا. مرضى الكلى، الناس اللي عندها تكيسات في على الكلى بولي سيست كدني، كمان الناس اللي عندها رينال فيلير فشل كلوي، اللي بيشربوا مضرات للبول دايوريتكس بالإضافة للناس اللي بتركب لهم محاليل سواء كان سلاين أو جلوكوز، اليورينيشن عندهم بيزيد، ممكن توصل الحالة لبولي يوريا. شو هي الأسباب اللي بتأدي لأوليجو يوريا؟ يعني كمية اليورين بتكون أقل من 400 مل. الناس اللي بيفقدوا السوائل عن طريق الديهايدريشن، بفعل الديهايدريشن، الفوميتينج، الدياريا، الاكسسيف سويتينج، اللي بيعرقوا كتير، اللي بصير عندهم تقيؤات وإسهال أو جفاف، رينال اسكيميا، نقص الأكسجين على الكلى، أكيوت تيوبيلار نيكروسيس طبعا موت الخلايا وفي تيوبيولز، انسدادات في منطقة المسالك البولية، أو أكيوت رينال فيلير الفشل الكلوي اللي من نوع أكيوت. جميع هذه الأسباب تؤدي إلى اليورين برودكشن بيكون أقل من 400 مل يعني أوليجو يوريا. هذا بالنسبة للفوليوم. فإذا وصلت العين على المختبر لازم أحدد الفوليوم أوف يورين. أسأل المريض يا جماعة عن كيف اليورينيشن عنده، هل عنده بوليوريا، هل عنده أوليجويوريا، ما عندوش يورينيشن خالص، ممكن يوصل المريض على المختبر ومش جايب عينة يكون عنده أنيوريا، تمام؟ فلازم أسأل المريض عن الفوليوم أوف يورين، كيف اليورينيشن عنده خلال اليوم. مجرد ما بتوصل العينة للمختبر لازم أسجل أيضا لون العينة الكلر أند أبيرنس. لون اليورين الطبيعي يا جماعة ما بين البيل يلو تو أمبر، اللي هو درجات اللون الأصفر، أصفر شفاف بيل يلو فاتح مع درجات الأصفر. طبعا الصبغة اللي بتعطي اليورين هذا اللون هي صبغة اليارو كروم. طبعا اليورين ممكن يزيد تركيزه، طبعا وقتها الكلر أيضا بيتغير لونه للون الأغمق. كل ما قل تركيز اليورين، يعني كان اليورين مخفف ديلوتد، حلاقي اللون طبعا بصير افتح، ممكن الاقي كلرليس بدون لون، او بيل يلو او سترو كلرد. طبعا اذا اليورين صار مور كونسنتريتد، مركز اكتر، حلاقي اللون اليلو صار داركر اغمق، ممكن يوصل للون الامبر. ايش العوامل اللي بتأثر على لون اليورين؟ الدايت، الاكل، الدراكس او الميديكيشنز، نشاطاتنا يا جماعة خلال النهار، الفيزيكال اكتيفيتي، كمان الديسيز. اذا اليورين كولر يتأثر بالاكل، يتأثر بالعقاقير اللي بناخدها، بالفيزيكال اكتيفيتي، وبالامراض اللي ممكن نصاب فيها. طيب نشوف التغيرات في اللون وايش اسبابها، طبعا حنحكي عنها بالتفصيل. حنحكي الان العلاقة ما بين الكولر والامراض معينة. ممكن توصل عينة يورين كولر اللي اسمها لهاش لون. ايش الاسباب؟ المريض بيكون بيشرب مية كتير،
في تخفيف للعينة، ممكن يكون عنده دايبيتس مليتس مريض سكر، عنده بولي يوريا، هو عنده يورينيشن كتير، دايبيتس انسيبيدس كمان بيفقد اليورين بشكل كبير، فعادة العينة بتكون ديلوتد مخففة. كمان الناس اللي بياخدوا مدرات للوالدة يوريتكس هتوصل عندنا العينة كلرلس. وين في يورينيشن كتير، وين في تخفيف للعينة، وين في شرب للمية، هذه كلها حتخلي العينة كلرلس. طيب متى بيكون لون العينة أورنج برتقالي؟ طبعا لو بناكل أكلات بالفعل زي الجزر مثلا بتخلي اللون اليورين أورنج. إذا restricted fluid intake excessive، أو الناس اللي بتشربش مية excessive sweating، اللي بتعرق كتير أو اللي عندها حمى. طيب لون أصفر بني brownish yellow طبعا، أو greenish yellow بلاقيها في حالات البيليروبين. البيليروبين هو ناتج مادة ناتجة عن تكسر خلايا الدم. البيليروبين الميتابوليزم تبعها بصير في الكبد. البيليروبين عادة بيعطي لليورين اللون البراونش يلو، اللون الأصفر البني. اللون الأحمر الريدش دارك طبعا، هذا اللون الأحمر دليل على وجود هيموغلوبين أو مايوغلوبين. الهيموغلوبين البروتين الموجود في الأر بي سيز، والمايوغلوبين هو البروتين الموجود في العضلات في المسلز. لون بني غامق بلاقيه في حالات وجود البورفرياسز أو الميلانين، وكلنا عارفين الميلانين هي الصبغة اللي بتعطي الموجودة في الجلد. بلاك يورين لون أسود لليورين بلاقيه في حالات الألكابتونيوريا، وهذا المرض يا جماعة المشكلة فيه في التيروزين ميتابوليزم، مشكلة في أمينو أسيد اسمه التيروزين. فحالات الألكابتونيوريا بلاقي فيها اليورين بلاك لونه أسود. Transparency of urine تعني شفافية اليورين. اليورين يا جماعة بشكل طبيعي لازم يكون شفاف clear transparent. طبعا عشان اعرف شفاف ولا لا بحط خلف العينة خلفية ابيض واسود، اذا اقدر اشوف الكلام فهو clear، مش اقدر اشوف الكلام فهو turbid. طبعا اذا العينة مش شفافة حتكون turbid معكرة. ايش الحاجات اللي بتعطي عكارة للعينة؟ زي ما احنا شايفين هذه العينة فيها turbidity، فيها عكارة. طبعا وجود البص بيعطي عكارة، والبص يعني الوايت بلاد سيلز، وجود كرة الدم الحمراء الابيثيليال سيلز وهي اللي بتبطن منطقة المسالك البولية، وجود الكاست البكتيريا الدهون الليبيدز الاملاح الميوكاس الفطريات زي اليست. طبعا بعض الاكلات الاملاح الاكلات اللي فيها يوريتس وفوسفيت كلها بتعطي كلاودنس لعينة اليورين. طبعا الدهون بتعطي جريسي كلاودنس. طبعا العينة لو ضلت في الثلاجة او ضلت في الروم تمبريتشر لفترة طويلة كمان حلاقيها فيها تربيديتي او كلاودنس. طيب اذا العينة شفافة حكتب كلير، اذا فيها عكارة شوية بسيطة بكتب هيزي، اذا فيها عكارة كتير بكتب كلاودي او تيربد، اذا شبه الحليب بكتبها ميلكي. اذا هذه المصطلحات ضروري نحفظها عشان اعرف اكتب الريبورت للمريض. شفافة كلير، فيها تربيديتي شوية هيزي، تيربد او ميلكي. نشوف الآن رائحة اليورين. رائحة اليورين هي رائحة أروماتيك. إذا ظلت العينة لفترة طويلة في الروم تمبريتشر وكان في بكتيريا بتفرز إنزيم اليورياز، فالبكتيريا هذه حتحول اليوريا لأمونيا، وقتها بتصير الرائحة أمونيا، رائحة شبيهة برائحة النشادر. مريض السكر يا جماعة عنده في عنده أسيدوسيس، تمام، ممكن الاقي عنده كيتونز. الكيتونز رائحتها شبيهة رائحة فيها الاسيتون، زي رائحة الاسيتون بالضبط. الاسيتون هو من الكيتونز طبعا، وهذه الرائحة بتشبه رائحة الفواكه، عادة بيكون رائحة البولي فروتي اودر. هيك بنكون خلصنا الماكروسكوبيك اكزامينيشن لليورين، حكينا عن الفوليوم، حكينا عن الكلر، حكينا عن الاودر. الان حنحكي عن الكيميكال اكزامينيشن اوف يورين.
طبعا حاليا هذه طريقة سهلة عندنا يا جماعة. عندنا حاجة اسمها اليورين ستريبس، اليورين ستريبس تستخدم، او الديب ستيك، البلاستيك ديب ستيك تستخدم فور كيميكال اكزامينيشن لليورين. طبعا هذه طريقة سهلة بسيطة، ما بتكلف كتير، هي كوست افكتيف ديفايسز، تستخدم لقياس بعض المواد اللي ممكن تكون موجودة في اليورين، لكن بطريقة سيمي كوانتيتيتيف. انا ما بحدد التركيز بدقة، انا بحدد هل موجودة المادة او لا من درجة اللون. اذا احنا هنستخدم الستريبس الموجودة في هذه البوتلز، وحنشوف التغيرات في اللون لكل مادة موجودة على الستريبس، ونقارنها بالألوان الموجودة في هذه البوتل. تمام، إذا التغيرات في اللون حقارنها بالألوان الموجودة على البلاستيك تيب ستيكس ستيب ستريبس اليورين ستريبس هذه، حقارن الألوان اللي بتنتج عندي بالألوان الموجودة في البوتل عشان أعرف اللي هي هل المادة هذه موجودة أو لا. اليورين ستريبس بتكشف لي عن مجموعة من الفحوصات، طبعا الكيميكال تيست اللي بتهمنا في فحص اليورين، طبعا حنقيس البي اتش، حنشوف هل السكر موجود أو لا، خصوصا الجلوكوز. عندنا مادة الكيتونز، بدنا نكشف عن البروتينات، البيليروبين، اليروبيلينوجين، البلاد، الليكوسايت استريز، النيترايت، والسبيسفيك جرافتين. في هذه المحاضرة طبعا حنحكي عن كل التست هذه الموجودة، تقريبا عندنا 10 تست تقاس باي يورين ستريب اللي هي الكيميكال تيست، هنحكي عنهم بالتفصيل، وحنحكي عن أهميتهم في اليورين اكزامينيشن، ووجودهم بدلل على أمراض معينة طبعا. وبالمحاضرة الجاية حنحكي عن المايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف يورين. البوتلز اللي قدامنا طبعا هيك بتوصل عنا من الشركة، كل بوتل تحتوي على 100 يورين ستريبس. طبعا هذه البوتلز تخزن بخزانة بعيدة عن الضوء، ممنوع احطها في الثلاجة، وتفتح هذه البوتلز وقت الاستخدام فقط، واي ستريب بستخدمها بعد ما كل ستريب هي لمريض واحد، وبعد الاستخدام خلص هي ديسبوزابل، بيتم رميها. تمام، برميها ولمريض تاني بستخدم ستريب جديدة. اذا هذه البوتلز بنحطها بالخزانة مش بالتلاجة، ببعدها عن اللهب، ببعدها عن اي اضاءة، وتستخدم وقت اللي هو الشغل. تمام، لازم اخزنها بطريقة صحيحة. اول شغلة بحط العينة في سنترفيوج تيوب، طبعا يفضل طبعا الطريقة اللي قدامكم انه لسه محطوط العينة في الكونتينر، لكن احنا بالمختبر هنحط العينة في سنترفيوج تيوب. طبعا بعد كده هحط هفتح البوتل اوف ستريب، وهاخد وان ستريب واحطها في عينة اليورين. طبعا ثواني بحط اليورين ستريب في داخل اليورين، ثواني بسيطة وبطلعها طبعا على تيشو، بتخلص من الاكزس اوف يورين بهذا الشكل، وخلال دقيقتين ببدأ اقرأ، طبعا ببدأ اقارن الالوان على الستريب بالالوان الموجودة على البوتل. طبعا لازم اقرأ جميع الفحوصات خلال 2 minutes، خلال دقيقتين. نبدأ بأول فحص موجود في الموجود، يعتبر أحد الفحوصات الموجودة في اليورين ستريب، وهو السبيسفيك جرافيتي. هذا الفحص يا جماعة بعبر هو indirect measure of the ability of the kidney to concentrate urine، هو بعبر عن قدرة الكلية إنها تعمل تركيز لعينة اليورين. معنى الكلام إنه هذا الفحص بقيس لي concentration of urine، هل عينة اليورين مخففة diluted، هل هي عينة مركزة، وقديش بالفعل قيمة السبيسفيك جرافيتي. السبيسفيك جرافيتي الطبيعية يا جماعة ما بين 1.010 ل 1.025 لأي عينة يورين نورمال. سبيسفيك جرافيتي هي ما بين 1.01 to 1.025. طبعا إذا العينة مركزة كتير عادة هنلاقي السبيسفيك جرافيتي أعلى من هذا الرقم،
طبعا، واذا كانت مخففه هنلاقيها اقل من هذا الرقم. تمام، اذا هذا السبيسيفيك جرافيتي بيعبر عن الكونسنتريشن اوف يورين. طبعا السبيسيفيك جرافيتي واحد، هذا السبيسيفيك جرافيتي للميه. زمان كانوا يقيسوا السبيسيفيك جرافيتي بجهاز اسمه اليورينوميتر، هنشوف له صوره. في كانوا يستخدموا جهاز الريفراكتوميتر لقياس السبيسيفيك جرافيتي، لكن اليوم بجميع المختبرات سواء كانت خاصة أو حكومية كلهم بيعتمدوا على الدبستيك لقياس قيمة السبيسيفيك جرافيتي. قدامنا جهاز اليورينوميتر اللي كانوا يستخدموه سابقا لقياس السبيسيفيك جرافيتي. طبعا هذا الجهاز لازم يكون عندنا عينة كبيرة من اليورين، تقريبا من 20 ل 50 مل. بيتم وضع العينة اليورين في هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز أيضا مزود بأسطوانة مدرجة بيتم وضعها في داخل السلندر، هذه الأسطوانية. طبعا وين بتوقف العينة، وين بتوقف هذه الأسطوانة مع التدريج بنقيس السطح اليورين لوين وصل. هنا هذه قيمة السبيسيفيك جرافيتي. طبعا بطلت تستخدم لأنه بدها كميات كبيرة من اليورين، وكمان تتأثر بدرجات الحرارة. اليوم كل الشغل قياس السبيسيفيك جرافيتي زي ما حكينا عن طريق اليورين ستريب، عن طريق اللي هو تغير اللون. طبعا اللون الأزرق يعني سبيسيفيك جرافيتي واحد. طبعا كل ما تدرج اللون من الأزرق للأخضر للأصفر السبيسيفيك جرافيتي بتزيد. هذه تعني واحد، هذه 1.005، 1.01، 1.015، 1.02، 1.025 to 1.03. طبعا هذه أعلى سبيسيفيك جرافيتي. طبعا النورمال لليورين حكينا ما بين 1.015 to 1.025. ضروري نحفظ النورمال رينج للسبيسيفيك جرافيتي. هلا ايش اللي بصير بالضبط؟ مجرد ما يصير اليورين هذا السيجمنت يصير رياكشن ما بين اليورين وهذا السيجمنت، حيشتغل انديكيتور اسمه بروموثيمول بلو، حيتغير طبعا لونه من اللون الازرق للون الاصفر. طبعا اذا كانت العينة مور كونسنتريتد، طبعا الانديكيتور الموجود، طبعا ضروري نحفظ الانديكيتور الموجود في العينة المعادلة كاملة. لا، اذا الانديكيتور اللي يستخدم لقياس السبيسيفيك جرافيتي او اللي بيكشف لي عن تركيز اليورين اسمه بروموثيمول بلو. هلا ايش هذا الفحص بيفيد الدكاترة؟ اذا كانت السبيسيفيك جرافيتي عالية ممكن يكون مريض دايبيتس مليتس، ممكن يكون مريض سكر، او مريض عنده مشاكل في الكلى، عنده نيفروسيز. هلا ليش بيخطر على بالنا السكر والبروتينات؟ لانه بالفعل البروتينات والسكر هي اللي بتزود تركيز اليورين. البروتينات يا جماعه 1 جرام من البروتين بيزود السبيسيفيك جرافيتي تقريبا 0.003، 1 جرام من الشوجر ممكن يزود السبيسيفيك جرافيتي 0.004. اذا في المريض عنده سكر او عنده بروتينات في البول حتلاقوا السبيسيفيك جرافيتي جدا عاليه، لانه البروتينات والسكر بتسود السبيسيفيك جرافيتي. كمان لو الشخص عنده حمى حنلاقي اليورين مور كونسنتريتد، يعني السبيسيفيك جرافيتي عاليه. طيب لو سبيسيفيك جرافيتي، متى بلاقي لو سبيسيفيك جرافيتي؟ اذا الشخص بيشرب ميه كتير، إذا عنده سكر من النوع الكاذب بسميه ديابيتس انسيبيدس. ديابيتس انسيبيدس ما بيكون مش مريض سكر، لكن عنده مشكلة في هرمون الـ ADH. الناس اللي عندها مشاكل والتهابات في الكلى زي الجلوميرولونيفرايتس والبايلونيفرايتس، أيضا اللي عندهم فشل كلوي سيفير رينال دامج بلاقي عندهم لو سبيسيفيك جرافيتي. فضروري يا جماعة الطبيب يركز على السبيسيفيك جرافيتي. الزيادة في السبيسيفيك جرافيتي يعني اليورين مور كونسنتريتد، يعني اليورين مركز، يعني ممكن يكون مريض سكر أو مريض كلى. إذا كانت السبيسيفيك جرافيتي قليلة ممكن بيشرب مية كتير أو عنده سكر من النوع الكاذب أو عنده التهابات في الكلى، لكن مش مريض اللي هو السكر. تمام،
من الفحوصات اللي ايضا بيكشف لي عنها اليورين ستريب اللي هي البي اتش، هل عينت اليورين اسيدك ولا الكالاين؟ طبعا البي اتش او رياكشن ريفلكتس بيعكس ذا ابيليتي اوف ذا كيدني تو مينتين نورمال هيدروجين ايون كونسنتريشن ان بلازما اند اكسترا سيلولار فلويد. يا جماعه الكلى ايضا عندها قدره اما تمتص هيدروجين ايونز او تعمل سكريشن للهيدروجين ايونز، لانه الكدني بتحافظ على البي اتش اوف ذا يورين، تمام، هي اللي بتحافظ على البي اتش في الدم وكمان بتحافظ على البي اتش في اليورين. النورمال بي اتش يا جماعه ما بين 4.7 ل 7.5. العينات اللي مجمعه في الصباح الفيرست مورنينج بتكون مور اسيدك ما بين 5 ل 6، لكن الطبيعي ما بين 4.7 ل 7.5 أو 6، هذا الأفريج بيكون البي اتش 6. كانوا زمان يقيسوها باللتمس بيبر أو البي اتش بيبر بنسميها، لكن اليوم البي اتش تقاس باي ديبس. أيضا يا جماعة اليورين ستريب يحتوي على إنديكيتورز للكشف عن البي اتش. في عنا للكشف عن البي اتش تو انديكيتورز، عنا الميثيلين بلو وفي عنا البروموثيمول بلو. طبعا هذا الفحص يقرأ خلال 2 minutes، نقرأ الفحص البي اتش خلال 2 minutes. طبعا الالوان حنلاقيها بتتدرج من اللون الاصفر للون الاخضر. طبعا الالوان الفاتحة تعني بي اتش اسيدك، والالوان القريبة للون الاخضر تعني بي اتش الكالاين. اذا الانديكيتورز اللي تستخدم للكشف عن البي اتش هي الميثايل ريد والبروموثيمول بلو. ايش يعني الكالاين يورين؟ متى بلاقي البي اتش الكالاين يعني اعلى من 7.5؟ الناس النباتيين يا جماعة الستريكت فيجيتيريان اللي بيعتمدوا في اكلهم على الخضروات عادة بنلاقي البي اتش عندهم الكالاين. سيستميك الكالوسيس اللي عندهم اصلا البي اتش في البلاد عاليه او عندهم التهابات في المسالك البوليه بفعل وجود البروتياس. البروتياس عاده بتطلع انزيم اليورياز اللي بيحول اليوريا لامونيا، والامونيا بترفع البي اتش. لو ظلت عينه اليورين لفتره طويله وكان في بكتيريا بالفعل بتفرز انزيم اليورياز بتحول يوريا لامونيا، كمان حلاقي البي اتش الكالاين. اذا بناخد علاجات بتحول اليورين لالكالاين، الكالايزيشن ثيرابي، بعد الوجبات الغذائيه بفعل السكريشن للاتش سي ال ان جاستريك جوسز كمان بلاقي البي اتش عليت. اذا اكلنا بيحتوي على صوديوم بايكربونات، بوتاسيوم سيتريت او سيتازولاميد، طبعا كل هذه المواد بتحول اليورين بي اتش للالكالاين. متى بلاقي البي اتش اوف يورين اسيدك؟ لو المريض عنده اسيدوسس او العينه اللي تجمعت كانت فيرست مورنينج، عاده الايرلي مورنينج بتكون اسيدك. عنده مثلا عنده اصلا سيستميك اسيدوسس، عنده البي اتش في البلاد لو، عنده التهابات مسالك بوليه بفعل وجود بكتيريا اسمها الايكولاي شيريشيا كولاي. الاسيديك يورين يعني بياكل لحوم كتير، هاي معظم اكله فيه بروتينات، او مريض سكر لانه عنده كيتون بادز اللي هي اسيديك. الاسيديفيكيشن ثيرابي اذا بياخد ادويه بتخلي اليورين بي اتش اسيد. من الحاجات اللي بنكشف عنها ايضا باي يورين ستريب هي البروتينات، البروتينز. نورمال يا جماعه اليورين يحتوي على البروتينات لكن بنسب قليله، ممكن ما يكونش موجود absent او يكون any trace amount. كمية البروتينات اللي بتكون موجودة في اليورين بتكون ما بين 30 ل 300 ل 200 ميلي جرام بير داي. في اليوم الواحد ممكن الاقي بروتينات في اليورين من 30 ل 200 ميلي جرام. اذا البروتينات في اليورين كانت اكتر من هذه الكمية بسمي الحالة بروتين يوريا. بروتين يوريا يعني في عنا هاي اكسكريشن للبروتين في اليورين، في عنا زلال في البول، في عنا بروتينات في البول يعني بروتين يوريا. البروتين يوريا طبعا بعتبرها هيفي لو كانت الكمية اكتر من 4 جرام بير داي،
بعتبرها متوسطة، إذا كانت ما بين 0.4 ل 4 جرام بير داي، بعتبرها طفيفة إذا كانت أقل من نص جرام بير داي بير 24 hours. جدا مهم أصنف البروتين يوريا، متى بلاقيها هيفي، متى بلاقيها ميدل، متى بلاقيها. هلا سابقا كانوا يفحصوا البروتينات في البول بطريقة التسخين والأسيتيك أسيد، كانوا بيسخنوا العينة، عينة اليورين، ويضيفوا على العينة أسيتيك أسيد. طبعا التسخين حيعمل ديناتوريشن للبروتين، تمام، وحيحول العينة لعينة معكرة، يعني حنشوف لون اليورين لون أبيض وكلاودي معكر. طبعا حناخد جزء من العينة، تلتين من العينة، تمام، وحعمل لها هيتينج. الفوسفات، وجود البروتينات والفوسفات والكربونات كلها بتعطي كلاودنس. طبعا حنضيف الاستيك اسيد على العينة، اذا البروتينات موجودة الكلاودنس حيبقى، لكن الاسيتيك اسيد يا جماعة حيدوب الفوسفات والكربونات. اذا احنا حنسخن العينة وحنضيف عليها اسيتيك اسيد، اذا العينة ظلت معكرة فالبروتينات موجودة، تمام. تسخين مع اضافة الاسيتيك اسيد حيعطي كلاودنس، دليل على انه البروتينز موجودة. اليوم في طريقة أخرى للتأكد، يعني إذا بالفعل على السريب طلع بوزيتيف لازم نتأكد من وجود البروتينات. في مادة أخرى أيضا تكشف لي عن وجود البروتينات، اللي هي مادة الصلبو سلسيليك أسيد، هذه لو ضفتها على عينة اليورين كمان حتعطي كلاودنس، حتعطي عكارة، العكارة دليل على وجود البروتينات. إذا الكلاودنس التربيديتي دليل على وجود البروتينز. طبعا كيف بدي اعرف تربد ولا لا؟ بحط ورا العينة خلفية ابيض واسود، اذا قادر اشوف الخلفية فهي كلير، اذا مش قادر اشوفها فهي تربد، دليل على وجود بروتينز. ضروري نحفظ اسم الريجنت اللي بستخدمه للكشف عن وجود البروتينز، اللي هي مادة السلفو سلسيليك اسيد، جدا مهمة. الكشف عن البروتين ايضا حنشتغل بالمختبر طريقة اليورين ستريب او اليورين ديبستيك. اسم الانديكيتور اللي حنستخدمه للكشف عن البروتين او الموجود في اليورين ستريب اللي هو تترا برومو فينول بلو، تترا برومو فينول بلو. طبعا اللون الاصفر دليل على انه البروتين مش موجود، اللون الاخضر الفاتح تريس، طبعا كل ما زاد اللون دليل على انه البروتينات موجودة. طبعا اذا البروتين مش موجود حيسجلها نيل، اذا كان بهذا الكمية حسجلها تريس، اذا اعطى هذا اللون حسجلها بلس وان، اذا اعطى هذا اللون حسجلها بلس تو، اذا اعطى هذا اللون حسجلها بلس تري، هذا اللون حسجلها بلس فور. عشان كده يا جماعة فحص اليورين ستريب بعتبره سيمي كوانتيتيف، انا ما بعطي قيمة حقيقية أو كميات لوجود البروتين، أنا بعطي سيمي كوانتيتيف، تمام، بشتغل البروتين خلال 1 minute، يعني خلال 60 ثانية لازم أقرأ النتيجة. طبعا هذا الفحص يا جماعة بيعبر عن وجود فقط الألبومين، بيكشف لي فقط عن بروتين اسمه ألبومين، واللون بتغير من اللون الأصفر للأخضر للأزرق. طبعا كل ما زاد اللون دليل على إنه تركيز البروتين بيزيد. يفضل يا جماعة نتأكد من البروتين، بروح بجيب العينة وبضيف عليها مادة السلسيليك أسيد، إذا أعطى تربيديتي فالبروتينات موجودة.